Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الفريق أول صاحب المعالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزدان هذه المنشأة المتكاملة والمتمثلة بنادي ضباط الأمن العام، والذي استضاف حدثا عالميا بنجاح تنظيمي منقطع النظير، يزدان برعاية وتشريف معاليكم لحفل ختام هذا الحدث الرياضي، والذي احتضنت مملكة البحرين من خلاله بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس، حيث سنشهد بعد لحظات بدء المباراة النهائية لهذا الحدث الدولي. The Public Security Officers Club is proud to host the World Championship under the patronage of His Excellency the Minister of Interior. We will soon witness the start of the final match of the Ministry of Interior Challenger Tennis Championship. أدعو في هذه اللحظات اللاعب الروسي إيفانجي كارلوفسكي من روسيا الاتحادية، والذي وصل للمباراة النهائية بعد مباراة ماراثونية في الدور قبل النهائي استمرت لما يقارب 3 ساعات. The Russian player Ivangi Karlovsky from the Russian Federation, who reached the final after marathon match and the semi-finals. وأدعو أيضا اللاعب المصنف سادسا في هذه البطولة رامو كومار رامانثان من جمهورية الهند. I invite the sixth ranked player in the tournament, رامو كومار رامانثان from the Republic of India. مشاهدة ممتعة وبالتوفيق للاعبين. Enjoy watching. Good luck to the players.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الرياضيين، أعزائي مشاهدين قناة البحرين الرياضية، أعزائي محبين لعبة التنس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل وأرق وأطيب تحية، ويسرنا هنا من ملاعب نادي ضباط الأمن العام أن ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة بطولة أصداء وأقطاب بطولة وزارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الرياضيين، أعزائي مشاهدين قناة البحرين الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل وأطيب وأرق تحية، ويسرنا أن ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة من قناة البحرين الرياضية أحداث وأصداء المباراة الختامية على بطولة وزارة الداخلية لسلسلة بطولات التشالنجرز التي ينظمها اتحاد رابطة المحترفين الATP والاتحاد الدولي الITF باحتضان من الاتحاد الرياضي للأمن العام. وهنا تقام المباراة على هذا الملعب الجميل، وهو الملعب الرئيسي في نادي ضباط الأمن العام. إذن هذا هو اليوم الختامي، هذه هي المباراة الختامية لهذه البطولة التي استمرت من تاريخ 22 إلى تاريخ 28 الحالي نوفمبر 2021. يظهر في الشاشة قطبي المباراة النهائية على اليمين بالقميص الوردي اللاعب الروسي إيفغاني كالروفسكي، مصنف 320 عالميا، 27 سنة من مواليد أوغست 1994، ولد في موسكو روسيا، طوله 100 متر و91 سنتي، ووزنه 85 كيلو، وهو يلعب باليد اليمنى ويلعب البكان باليد اليسرى. وسوف يلعب ضد اللاعب الذي على يسار الشاشة، اللاعب المخضرم الهندي الذي هو مصنف في هذه البطولة وتصنيفه هو السادس وترتيبه العالمي 222، راما كومار 27 سنة كذلك من مواليد نوفمبر من ولاية تشيناي في الهند، طولة 1.88 متر، وزنه 80 كيلو، وهو أيضا يلعب باليد اليمنى، مارس اللعب الاحترافي سنة 2009. كلا اللاعبين وصل إلى هذه المباراة بعد أداءات قوية جدا. اللاعب رام الذي يظهر في على يسار الشاشة وصل للأدوار النهائية بعد فوزه في الدور الأول على الأوكراني أولروف بنتيجة 2-0، وفي الدور 16 فاز على اللاعب الكرواتي أجكوفيجز وأيضا بنتيجة 2-0، ولكن واجه بعض المشاكل في الدور ربع النهائي بعدما فاز على البرتغالي، مباراة قوية ضد الإنجليزي المرشح جاي كلاركس وفاز عليه بمجموعتين لمجموعة، كما أنه وصل إلى الدور قبل النهائي في بطولة الزوجي. أكثر لاعب لعب في هذه البطولة هو اللاعب الذي تشاهدون على يسار الشاشة، اللاعب الهندي رام كومار المرشح للفوز بهذا اللقب أيضا، وهو المصنف سادسا في هذه البطولة. بالنسبة للاعب الروسي اللي على يمين الشاشة وصل للدور النهائي بعد فوزه على اللاعب البيلاروسي بيسيك بنتيجة 2-0، ثم الدور 16 على اللاعب الألماني جوهانسن أيضا بنتيجة مجموعتين لا شيء، وفي ربع النهائي فاز على اللاعب البرتغالي بورغيس الذي فاز أمس هو وزميله فرانسيسكو ببطولة الزوجي لهذه البطولة أيضا بمجموعتين مقابل لا شيء، ولكن تعثر كثيرا وكان قريبا من الخسارة في مباراة مع التركي إيريل المصنف 537 بمجموعتين لمجموعة، ولكن تمكن هذا الروسي الذي يظهر على يمين الشاشة بقلب المباراة وقلب الموازين وفاز وتأهل إلى الدور النهائي. طبعا في بطولة الزوجي خسر من الدور الأول. إذا النهائي روسي هندي في هذه البطولة. طبعا هذه البطولة اليوم
هي تحت رعاية معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، هو الذي تبنى هذه البطولة، والاتحاد الرياضي العسكري هذا هو كأس البطولة. من سيحمل كأس البطولة اليوم؟ هل هو اللاعب رام كومار الهندي أو اللاعب إيرفي إرغاني الروسي؟ إذن نتوقع مباراة قوية هجومية خصوصا من رام كومار. كلا اللاعبين ينتمي إلى مدرسة مختلفة، جانب من الحفظ معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وأيضا سعادة السيد صالح عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة للشؤون الرياضية، أيضا نلاحظ تواجد السيد أيمن المؤيد وزير الشباب والرياضة، هناك أيضا معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم. إذن الحضور كبير أيضا من كافة كبار الشخصيات اللي تابعوا هذا اللقاء. إذن يبدأ اللقاء ورام كومار على الإرسال، وكما توقعنا الهجوم من الهندي سيكون هو مفتاح اللعب، لأنه ينتمي إلى مدرسة السيرفن فولي، وهو يفوز بمبارياته هنا ويبدع ويحقق إنجازات كبيرة. إذن الشوط الأول من المجموعة الأولى، ونلاحظ أن راما كومار دخل في أجواء المباراة بشكل كبير، هجوم من الرسال الأول، وأيضا هناك يعني جالية من الهنود هنا يساندون لاعبهم. أيضا لاحظنا أن هناك جالية من الروس أيضا أتوا ليناصروا ويشجعوا إفغاني. شوط نظيف حتى الآن، إذن خطأ مباشر بالفولي للاعب الهندي، ولا زال يمتلك الإرسال والتقدم في هذا الشوط الأول في هذه المجموعة في هذه المباراة الختامية على كأس بطولة وزارة الداخلية للتنس تشالنجر. حضور جماهيري كبير اليوم يحضر ليشاهد هذه المباراة الختامية. إذن إرسال خاطئ، أول إرسال مزدوج خاطئ من قبل الهندي رام كومار، إذن يقلص الفارق، باقي نقطة واحدة يمتلكها الهندي للفوز بأول شوط في المجموعة. يعادل النتيجة الروسي، إذن ثلاث أخطاء مباشرة للهندي. النتيجة الآن 40 للجميع. يدخل في الأجواء، من لا تستهين بهذا اللاعب الروسي إفغاني، لاعب قوي يمتاز بقوة بدنية وذهنية، أيضا أظهر مستويات كبيرة في هذه البطولة. إذا استقبال خاطئ، فرصة الشوط على إرساله. أيضا يدير هذه المباراة الحكم المصري أحمد يوسف كما هو المعتاد. إذن الشوط الأول إلى الهندي راما كومار، يحافظ على شوط الإرسال الذي يظهر في الشاشة الآن. إذن تبدأ المباراة، أجواء خيالية اليوم يعني الإعداد إلى هذه المباراة الختامية بدأ مبكرا، كان قبل ذلك وشاهدتم فرقة الأمن العام الموسيقية قامت بأداء وإحماء حقيقة الملعب الرئيسي بأجمل المعزوفات، الجمهور متواجد قبل المباراة بساعتين، التنظيم على أشده، الكل حضر، الكل ساهم، بطولة ناجحة كل المعايير، بطولة نجحت كما قلت وذكرت قبل ذلك، نجحت قبل أن تبدأ، وذلك بكل ما يقوم به المسؤولين واللجان هنا في وزارة الداخلية. إذن الإرسال مع اللاعب الروسي إفغاني، وهو أيضا يهاجم، لاحظ يا سلام حاله والحاول فيها الهندي راما كومار. إذن هناك طريقة
جديدة يلعب بها هذان اللاعبين وهي الهجوم على الشبكة. كلا اللاعبين يعرف الآخر، الأعمار متقاربة، الخبرة نوعا ما تكون إلى اللاعب أو تصب إلى اللاعب الهندي، حيث أنه شارك في العديد من البطولات. يعني في هذه السنة شارك اللاعب الهندي في الأدوار التمهيدية في كل بطولات الجراند سلام الأربعة: ويمبلدون، رولان غاروس فرنسا، أستراليا، أمريكا المفتوحة، وكذلك دبي. شارك في الماستر أيضا في ميامي. إذن هو شارك في بطولات، له تصنيف جيد، وصل إلى تصنيف 100 على العالم. ما زال جسد بين اللاعبين، ما زالت كل اللاعبين يحاول أن يتفادى التبادل الخلفي. لاعب روسي كما ذكرنا أيضا هو 27 سنة، ترتيبه الحالي 320، وهو من موسكو في روسيا. ومن أحسن نتائج هذا العام أنه وصل إلى الدور الثاني في بطولة أنتاليا في عام 2021. لاحظ في تردد، ما زال اللاعب الروسي متردد نوعا ما، لن يكسب الثقة حتى الآن. ضربات الفولي لم تكن فيها هذه الفعالية. تمكن رام كومار من ضرب فورهاند أوتسايد إن باسينج شوت، لم يتمكن من ردها اللاعب إفغاني الروسي. إذن 30 الجميع في هذا الشوط الثاني من المباراة الختامية على كأس البطولة، كأس بطولة وزارة الداخلية لسلسلة بطولات تشالنجر. إذن يفوز الروسي بالشوط الإرسال ويعادل النتيجة. إذن شوط لكل لاعب، شوط لكل لاعب في هذه المجموعة الأولى. الآن ينتقل الإرسال إلى اللاعب الهندي الذي يظهر في أسفل الشاشة. الملعب الرئيسي ممتلئ عن بكرة أبيه في هذه المباراة الختامية. كبار الشخصيات متواجدين، الكل يساند، الكل يشجع. ختام ولا أروع، أجواء مثالية وفولي مثالي من اللاعب الهندي راما كومار. كما ذكرنا هو يعني يمتلك إرسال قوي واستراتيجية السيرف أند فولي، الهجوم على الشبكة. تحتاج إلى لياقة، تحتاج إلى قراءة، إلى رفلكشن قوي لكي تتابع الكرات وردود الإرسالات القوية من الخصم. ولكن تمكن في كل مبارياته بأنه يعني على يعني ثقة كبيرة أن يمارس هذا النوع من التنس. لاحظ إرسال أول، إرسال ثاني، نفس السرعة ونفس التركيز. أيضا هذه ميزة لهذا اللاعب الهندي، أنه يمتلك إرسالين قويين. في طبيعة حال التنس أن الإرسال الأول يكون ساحق وقوي، والإرسال الثاني توب سبين، أقل سرعة. ولكن هذا اللاعب يمتلك إرسالين وثقة بنفس السرعة. لاحظ كان هذا الإرسال أقوى من الإرسال الثاني. لاحظ باسينج شوت باك هاند من الروسي كروس كورت. إذن هذا هو الحل إن كان اللاعب الروسي يريد أن يجاري. لاحظ الكروس كورت باك هاند، كروس كورت قوية جدا. إذن بدأت المباراة الآن تأخذ طابع آخر. كل اللاعبين في نظري دخل في الأجواء الآن. دائما بداية اللعب يحتاج إلى خبرة للدخول في الأجواء، خصوصا في المباريات النهائية. الملعب مليان، الأجواء مثيرة حماسية، ولكن أيضا تؤثر على نفسية اللاعب. يجب الدخول في أوج المباراة بشكل سريع.
كرة خارج الملعب باكهاند كروس. إذن لم نشهد أي تبادل قوي حتى الآن من قبل كلا اللاعبين. سيرفن بولي أخطاء كبيرة كما ذكرت أول يعني بداية في هذه المباراة. إذن ما زال اللعب يحتكم إلى البداية. ايضا استقبال في فولي خارج الملعب. اذا الاخطاء تتكاثر من كلا اللاعبين حقيقه، ولكن الارسال مع رام كومار ما زال يمتلك نقطه واحده للفوز بهذا الشوط، شوط الارسال، وهو الشوط الثالث في هذه المجموعه. اذا ارسال مع الخط، اذا يفوز الهندي ويحافظ على ارساله، يتقدم بشوطين مقابل لا شيء في هذه المجموعة الأولى. إذن هذا هو اليوم الختامي في بطولة وزارة الداخلية لسلسلة تشالنجر، هذه البطولة التي بدأت بتاريخ 22 بالأدوار التمهيدية، ثم انتقلنا إلى الدور الرئيسي، وكان لنا تم تغطية هذه الأحداث منذ البداية عبر القناة البحرين الرياضية وعلى الهواء مباشرة منذ بداية الأدوار الرئيسية. ويوم أمس تم تغطية الدور قبل النهائي، وكانت الأجواء والمباريات قوية جدا، وأيضا غطينا على الهواء مباشرة المباراة الختامية لفئة الزوجي. إذن الحضور هنا جانب من الحضور الكبير الذي الكل حرص على الحضور والتشجيع، وأيضا الأجواء جميلة، وهذه المباراة تحت رعاية معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وأيضا يلازمه الشيخ أو سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيد صالح عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة. وأيضا يحضر اللقاء وزير الشباب السيد أيمن معالي الوزير أيمن المؤيد. إذا حضور مكثف من كبار المسؤولين في الرياضة لمتابعة هذه المباراة الختامية. إذا هذا هو جانب من الحضور. أيضا نشاهد الدكتور فيصل الموسوي أيضا من محبين لعبة التنس أيضا متواجد في هذه المباراة. إذا الإرسال مع الروسي إيفغاني 302 عالميا على إرسال لاحظ إرسال الروسي يعني صنع الفرق في جميع مبارياته خصوصا في الأشواط الحاسمة. يوم الأمس أثناء مباراة النصف النهائي مع التركي أو قبل ذلك أيضا مع اللاعب البرتغالي بورغيز، إذن إرساله صنع الفرق في الأشواط الحاسمة. لاحظ عنده ميزة الهجوم، ولكن الهندي حاضر. إذن يحاول الآن فرصة ثمينة للاعب رام كومار لكسر الإرسال والتقدم مبكرا. لاحظ هذا اللاعب اللي يظهر في الشاشة، لاعب عنيد، لاعب يفرض أسلوبه على الخصوم. إذن الإرسال الثاني يضغط الآن، سوف يضغط اللاعب رام كومار على هذه النقطة، يحاول الكسر بأي طريقة. لاحظ هجوم من الإرسال الثاني. إذن الروسي باك هاند باسينج شوت ممتاز، إذن ينقذ كرة واحدة، ويبقى الآن كرة أخرى لهذا اللاعب يحاول البقاء في أجواء المباراة ويفوز بشوط الإرسال. متأخر ب30-40 وهو على الإرسال.
ارسال ساحق طيب ايضا فولو اب ثرو ويعادل النتيجه كما ذكرت. اذا مش ارسال الروسي ايفغاني كارلوفسكي اذا ارساله كان في وضعه الطبيعي سوف يحرج اللاعب الهندي بلا شك. اذا 40 الجميع ديوس بعد ان كان يعني على وشك خساره في رساله. لاحظ يباغت اللاعب الهندي هذا الاسلوب في طريقه اللعب ينقض على الارسال الثاني ويغطي الشبك. هو لاعب سيرفن فولي لاعب ضربه الفولي عنده مميزه ردود الافعال دائما متواجده عند هذا اللاعب راكومار. اذا هو الان ايضا على بعد نقطه لتوسعه الفارق الى 3 أشواط مقابل شوطين ولكن الارسال ما زال مع الروسي إفغاني. وينجح رام كومار بكسر إرسال الروسي إيفغاني. إذن 3 أشواط مقابل شوط واحد في نظري يعني الروسي يجب أن يبقى على الخط الخلفي. هو يلعب طريقة رام كومار يهجم على الشبك. لو كان هناك التبادل من الخلف سيكون في صالحه لأنه هو لاعب يجيد التبادلات الخلفية، ولكن الغريب أنه يجاري اللاعب الهندي بنفس الأسلوب وهو أسلوب السيرفن فولي. الإرسال مع الهندي متقدم ب3 أشواط مقابل شوط. رام كومار 222 العالم المصنف سادسا في هذه البطولة هو الآن على الإرسال. تاتش جميل جدا من الروسي في حركة مثالية وطريقة لعبة هذه الكرة بلمسة المعصم في المكان الفاضي من الملعب. إذن لاحظ كانت بعيدة جدا. حتى رام كومار يصفق ويهنئ اللاعب على هذه اللعبة الجميلة. على فكرة هم لعبوا مع بعض مرتين يعني في 2014 فاز رام كومار في بطولة قطر على إفغاني بمجموعتين مقابل مجموعة في 2014، وآخر لقاء بين هذين اللاعبين كان في أمريكا في بطولة وينيتكا في أمريكا ب 2018 وفاز إفغاني الروسي بمجموعتين. إذن كل لاعب فاز على الآخر في مباراة. إذن هيد تو هيد لعبوا مع بعض مبارتين فاز كل لاعب فيهم بمباراة. إذن هذا اللقاء الثالث الذي يضم اللاعبين وهو نهائي لهذه البطولة، بطولة وزارة الداخلية للتشالنجر. لا جديد في أداء رام كومار، ما زال يضغط بالإرسال القوي والفولي. إذن هو يسيطر على الخصوم بفرض أسلوبه. لاحظ ما زال يحرج الخصوم ويضعهم في حالة ضغط لا يسمح لهم بالتبادلات. يهاجم يباغت. لاحظ يباغت إرسال موفق. إذن 4 أشواط مقابل شوط واحد. رام كومار يسير بخطة ثابتة نحو الفوز بهذه المجموعة. الروسي لم يجد نفسه، لا يلعب التبادلات. هو أيضا يحاول الهجوم على الشبكة. إذن لا تبادلات حتى الآن، لا توجد الإثارة المطلوبة بين اللاعبين مقارنة بمباريات النصف النهائي ونتفهم ذلك. إذن
أعزائي الرياضيين ومحبي لعبة التنس، هذا هو اليوم الختامي بعد هذه الفعالية والاحتفالية التي استمتعنا فيها ونقلنا جميع المباريات على الهواء مباشرة من قناتكم قناة البحرين الرياضية. إذن اليوم نمتثل إلى الدور الختامي في هذا الملعب. هذه اللقطات، انظر إلى صبية جمع الكور، حكام الخطوط، كل هؤلاء الجنود المجهولون الذين يعني أثبتوا بلا منازع أنهم يستطيعون أن ينظموا ويحتضنوا البطولات الدولية، البطولات التي تضم لاعبين على مستوى كبير. إذن هنيئا لمملكة البحرين، وهنيئا إلى وزارة الداخلية، هنيئا لكل من ساهم وأعطى وكان جزءا من نجاح هذه الفعالية. إذن الإرسال الآن مع اللاعب الروسي إيفغاني، يحاول الفوز بشوط الإرسال وإبقاء حظوظه، ولكن ما زال هو الذي يلعب بطريقة رام كومار. إذن لو في نظري الشخصي المتواضع أن يغير من طريقته ويبقى في الخلف ويتبادل ويتبادل من الخط الخلفي ستكون الكفة له. إذن خطأ مباشر. لاحظ لو كان التبادلات من الخلف ستكون في صالح اللاعب الروسي. رام كومار ممتاز، لاعب حركي، لاعب قوي، ولكن يجيد السيرفن بولي واللعب أمام الشبكة، ولكن في الخط الخلفي ربما تكون الأفضلية إلى الخصم. إرسال ساحق توب سبين من الروسي، كما ذكرت عنده سلاح قوي وهو الإرسال، عنده ضربات قوية، ولكن يجب أن يبقى ويطيل التبادلات الخلفية. أيضا إرسال قوي، درايف فولي، ولكن رام كومار متواجد. رام كومار متواجد، يريد أن ينهيها بأسرع وقت. الهندي لا يريد المشاكل، لا يريد تعقيد الأمور. إذن ضربة سهلة لها، إرسال كان قوي ومثالي للهجوم، وأيضا تكملة النقطة بباك هاند فولي داون ذا لاين للروسي. إذن يعادل النتيجة أو يتقدم بشوط الإرسال 40-30. خطأ مباشر، خطأ مباشر، لم يكن موفق فيها الروسي للمضرب، لم يكن موجه بطريقة مثالية، ولم يستغل عضلة الفخذ ولا الدوران بعضلة البطن، وأيضا مرجحة المضرب والفولو ثرو غير متواجد، الكرة خرجت خارج الملعب. ممتاز ممتاز رام كومار، باك هاند جميل، كروس كورت انسايد اوت على 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 ارسال على ارسال الروسي. اذا الروسي تتعقد عليه الامور، هو الان على بعد نقطه ايضا لخساره هذا الشوط، يعمق الفارق. هذا هو كاس البطوله حاليا في هذه الاجواء، الكاس اقرب الى الهند، اقرب الى اللاعب الهندي. خطأ بسيط، خطأ لا يبرر، خطأ مباشر من اللاعب الهندي، كان له فرصة ثمينة ليعمق الفارق لخمس أشواط مقابل شوط، ولكن خسر هذه النقطة. إذن 40 الجميع على إرسال الروسي، يحاول الفوز بهذا الشوط وإبقاء حظوظه في هذه المجموعة.
لاحظ يحاول الهجوم يحاول ولكن يجب أن لا يستعجل، الثقة غير موجودة، لم يجد نفسه إفغاني كارلوفسكي، لم يجد نفسه حتى الآن اللاعب الروسي، يحاول الهجوم، يحاول أن يضرب ضربات ساحقة كما هو المعتاد في طريقة لعبه، ولكن الإرسال غير متواجد. إذن يعاني في هذه المجموعة ويعاني في هذا الشوط. لاحظ الأخطاء، أخطاء كثيرة، إذن يخسر إرساله أيضا. إذن رام كومار يفوز بهذا الشوط ويتقدم بخمس أشواط مقابل شوط واحد، إذن هو على بعد شوط واحد فقط. إذن بدأ الجمهور يتفاعل الآن ويريد المزيد من اللاعب الروسي كي يستمتع وتطول المباراة نسبيا. إذن الإرسال مع الهندي يرسل للفوز بالمجموعة. لاحظ متواجد في كل مكان ولكن الكرة خارج الملعب. إذن الكرة خارج الملعب من الهندي رام كومار، ولازم لو كان ما زال هو يمتلك إرسال أو شوط الإرسال وهو متقدم بخمس أشواط مقابل شوط واحد. إذن يعادل النتيجة أيضا خطأ في البولي. الأخطاء كثيرة في هذه المباراة من كلا اللاعبين، طبعا من اللاعب إيفغاني الروسي أكثر، ولكن أيضا رام كومار أضاع الكثير من الكرات. أيضا الكرة خارج الملعب. إذن يواصل الضغط رام كومار على إيفغاني. 30 الجميع على إرسال الهندي. لاحظ الإرسال الثاني والإرسال الأول نفس القوة، ولكن يضغط الروسي. إذن نقطة الآن ثمينة لهذا اللاعب الذي يظهر في الشاشة، نقطة ثمينة تبقي على حظوظه أكثر، لأن هو متأخر بخمسة شوط مقابل شوط. الآن إذا تمكن من كسر الإرسال وفوز، والفوز بإرساله يرجع في المباراة، يرجع في أجواء المباراة. إذن يعادل النتيجة رام كومار بإرسالاته القوية المركزة القريبة من مربع الإرسال. 40 الجميع. هنا إرسال ساحق، إرسال بمهارة السلايس. هذا الإرسال الذي أعطى رام كومار التقدم على كل خصومه، إرسال مركز قوي يباغت فيه الخصم، يهاجم على الشبكة، ينهي النقاط، يفرض أسلوبه. لاحظ كيف يفرض أسلوبه، ولكن باكهاند كروس كورت جميلة من الروسي. باسنج شوت باكهاند أوتسايد إن، ضربة باكهاند مثالية للروسي يعادل بها النتيجة. إذن شوط طويل نسبيا على إرسال الهندي رام كومار. كرة لمست الخط بشيء بسيط، حاول الروسي كل شيء، ولكن طول قامة الهندي وتواجده في المكان السهل أو المكان المناسب للسماش.
خطأ مباشر آخر، خطأ مباشر آخر. إذن لم ينجح الروسي أبدا في كسر إرسال رامكو مار. إفغاني لم ينجح أبدا في كسر إرسال رامكو مار، 6 أشواط مقابل شوط واحد، إذا النتيجة غير متوقعة. ولكن رامكو مار ضغط من بداية المجموعة وهو يفوز الآن بالمجموعة الأولى 6 أشواط مقابل شوط آخر. إذا هذه هي المباراة النهائية لبطولة وزارة الداخلية للتنس تشالنجر. إذن نمتثل الآن إلى المجموعة الثانية، والإرسال سوف يكون مع اللاعب الروسي الذي لم يعطي الكثير في المجموعة الأولى، لم يدخل في أجواء المباراة. إذن الآن نتوقع أن يرفع من الأداء، يرفع من وتيرة اللعب هذا اللاعب الذي يظهر في الشاشة الروسي. إفغاني 302 عن العالم، لكن في كل مبارياته دائما الشوط المجموعة الأولى يكون مستوى متدني. الآن إرسال قوي، بداية طيبة لهذا اللاعب. يعني لو رحنا إلى مباراته في نصف النهائي أو ربع النهائي كان المجموعة الأولى مستوى متواضع، ولكن يرفع الأداء بالمجموعة الثانية، ونتمنى ذلك حتى يعني يستمتع الجمهور بمباراة نهائية تلائم هذا الحدث وهذا الحضور. إذن باسم شوت من الروسي بمهارة السلايس، إذن 30 لا شيء. إذن رامكو مار يفوز بهذه النقطة، يحاول أيضا يضغط، لا يريد المشاكل. إذن ما زال الإرسال مع الروسي ويحاول أن يفوز بأول شوط من المجموعة الثانية. ما زالت الأخطاء تتتالى مع هذا اللاعب الروسي. 30 الجميع، إذن غير موفق الآن حتى في التبادلات التي يجيدها من الخلف، غير موفق فيها، الأخطاء تتزايد. رامكو مار يحاول كسر الإرسال في بداية المجموعة وينهي هذا النزال ويفوز باللقب. الإرسال مع الروسي إفغاني، ما زال الإرسالات ونسبة الإرسال الأول ضعيفة جدا. لاحظ يعني هجم
بالإرسال الثاني، ولكن باسينج شوت مع الخط. لاحظ كيف يغامر اللاعب رام كومار، كيف يباغت الخصوم الهجوم على الشبك بالإرسال الثاني. أسلوب نادر في طريقة التنس. إرسال قوي ودرايف فولي خارج الملعب، إذن فرصة كانت أيضا للروسي ولكن يتعثر فيها. كانت ضربة قوية درايف فولي فورهاند ولكن كانت خارج الملعب. يعني كما ذكرنا أن هذه المباراة على شرف حضور معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. إذن إفغاني على الإرسال، إرسال مع الخط، إرسال مع الخط. إذن يفوز الروسي بالشوط الأول في هذه المجموعة، وأعتقد أنه سيرفع من الأداء حاليا. يجب أن يركز على نهاية الإرسال. إذن كما ذكرنا يحضر اليوم معالي فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية لتتويج بطل هذه البطولة، بطولة وزارة الداخلية للتنس التشالنجر 2021. هذا هو معالي وزير الداخلية وكذلك معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم، وأيضا سعادة السيد صالح عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة. حضور كبير من محبي لعبة التنس، من كبار الشخصيات، سعادة وزير الشباب والرياضة أيضا المؤيد أيضا متواجد، سعادة الشيخ عبد العزيز بن مبارك رئيس الاتحاد البحريني للتنس، دكتور فيصل الموسوي، السيد خميس المغلي رئيس نادي البحرين. إذن العديد من كبار ضباط أيضا وزارة الداخلية حرصوا على الحضور، تفاعلات إيجابية، الكل حرص، الكل ساهم البطولة. وكما يعني ذكر المنظمين والمسؤولين من رابطة اتحاد التنس أو اتحاد التنس الدولي وجميع اللاعبين ومن شارك في بطولات التشالنجرز حول العالم، يشيد أن هذه البطولة فيها امتياز بالتنظيم المرتب، منظومة كبيرة تعمل ليلا نهارا على إنجاح هذه البطولة. إذن شكر موصول لكل من ساهم من منتسبي وزارة الداخلية والاتحاد الرياضي للأمن العام على توليهم مهام إنجاح هذه البطولة في هذا الملعب الجميل، الملعب الرئيسي الذي يعني تم تجديده ضمن معايير الاتحاد الدولي من قبل الإنارة، والمسافات بين الخطوط والملاعب تم ترميم وتجديد الملعب ووضعه تحت إشراف الاتحاد الدولي ورابطة المحترفين لكي يعطى الأحقية والضوء الأخضر لاحتضان بطولات التشالنجرز. إذن هي البداية، ويرفع السقف حقيقة النادي ضباط الأمن العام بمرافقه الجميلة، وأيضا المسؤولين في الاتحاد الرياضي للأمن العام رفعوا سقف بطولات التشالنجرز. إذن الهندي يعادل النتيجة بشوط نظيف، يفرض أسلوبه، لا تغيير في أداء الروسي عند استقبال الإرسال. الحلول أن يجب أن يحافظ على إرساله، وهو لم يجد فعالية إرسال الأول حتى الآن. إذن شوط لكل لاعب في هذه المجموعة الثانية. اللاعب الهندي رام كومار فاز بالمجموعة الأولى بست أشواط مقابل شوط واحد.
أخطاء تلو الأخطاء لا يعني غير يعني ثابت لعبة أداء متذبذب لا ليس اللاعب الذي نعرفه إيفغاني كورلوفسكي الروسي مصنف 302 أقصى التركي الحصان الأسود للبطولة أقصى بورغيس البرتغالي ولكن اليوم لاحظ لا يجد نفسه ولكن الآن لو تلاحظ يمتلك المهارات مهارة الفولي مهارة الإرسال الأتاك على رام كومار إذن الروسي يمتلك المهارات ممتاز رام ممتاز لاحظ كيف تواجد وباغت الروسي يعرف الخبرة ذكرت أن البطولات التي يعني يخوضها رام كومار ليست بسهلة يعني في عام 2021 شارك في كل بطولات الجراند سلام في طبعا الأدوار التمهيدية ولكن كل بطولات الجراند سلام الأربع بطولات وكذلك بطولة ميامي الماستر ودبي إذن يشارك يلعب وهذه هي الخبرة كيف يحصل اللاعب على الخبرة بالمشاركة وخصوصا في بطولات مثل الجراند سلام واستقبال رائع من رام كومار إذن الآن بدأ ويعني كأنه ناوي باللقب يحاول يخلص هذه المجموعة بدون إشكاليات ومفاجآت لاحظ الاستقبال إذن يفوز رام كومار بهذا الشوط أيضا إذن شوطين مقابل شوط لرام كومار كسر الإرسال هو متقدم بشوطين مقابل شوط واحد كما هو الحال بالمجموعة الأولى إذن يتقدم الهندي بشكل سلس يستطيع هذا اللاعب أن يكسر الإرسال ويحافظ على إرساله إذن رام كومار متقدم في المجموعة الآن بشوطين مقابل شوط واحد إذن أعزائي الرياضيين أعزائي المشاهدين هذه هي المباراة الختامية لبطولة وزارة الداخلية لسلسلة بطولات التشالنجر 2021 هنا على هذا الملعب برعاية من معالي الفريق الركن أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إذن هذا هو اليوم المنتظر اليوم الختامي بعد 8 أيام كانت ممتعة فيها يعني كل الفنيات جانب من الحضور من في المنصة الرئيسية محبي لعبة التنس من كبار الشخصيات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أيضا هناك تواجد من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة وأيضا حضور السيد أو سعادة السيد صالح عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة وأيضا حضور لسعادة وزير الشباب والرياضة السيد أيمن المؤيد والعديد من كبار الشخصيات حقيقة ويعني لا يفوتنا أن نتوجه أيضا بجزيل الشكر والامتنان إلى قائد الرياضة الأول في هذه في مملكتنا الغالية سمو الشيخ ناصر بن حمد مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعم سموه إلى كل الألعاب بلا استثناء ومن ضمن هذه الألعاب لعبة التنس هنا وأيضا لا ننسى دور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية على أيضا دعم سموه لكافة الرياضات ولإبراز مملكة البحرين في كل المحافل الرياضية إذن الإرسال مع رام كومار وإرسال ساحق والشوط
إذن رام كومار في نظري يهيمن ويسيطر على مجريات المباراة بشكل احترافي، يفوز بإرساله، يضغط على الخصم أثناء الاستقبال. لا يجد نفس الروسي لحد الآن، يعني 6-1 المجموعة الأولى، نتيجة مخيبة، 3 أشواط مقابل شوط على إرساله، أيضا نتيجة غير جيدة بالنسبة لي. ولكن لعبة التنس لا تمتثل بنتيجة أو بوقت. ولكن لاحظ كرات طائشة، أخطاء بالكم على كل جهة من الملعب. الروسي تحت ضغط، الروسي يعاني. هذا اللاعب الذي يظهر في الصورة يمتلك مهارات، ولكن اليوم في هذه المباراة غير موفق. الإرسال الساحق موجود، القوة البدنية متواجدة، التبادل أيضا موجود. لاحظناه في كثير من البطولات صراحة يبدع، كان مميز، ولكن اليوم في هذه المباراة رام كومار هيمن وسيطر على كل مجريات المباراة حتى الآن. كرة خارج. إذن يتمكن الروسي إيفغاني بالفوز بهذا الشوط، يقلص الفارق إلى 3 أشواط مقابل شوطين. الإرسال ما زال، الكسر ما زال مع أو في مصلحة اللاعب الهندي رام كومار المتقدم في هذه المجموعة والمجموعة السابقة. إذن الهندي هو أقرب للفوز باللقب حتى الآن. ذكرنا أن حكم المباراة هو السيد عادل نور من جمهورية مصر، يمتلك الشارة الذهبية، ويعني حكم العديد من البطولات الكبرى. الحكم المصري عادل نور يدير اللقاء بشكل احترافي وممتاز. إذن هذه هي أحداث وأصداء المباراة الختامية لمهرجان بطولة وزارة الداخلية تنس التشالنجر، التي بدأت بتاريخ 22 وحتى 28 الحالي. اليوم هو يوم الختام، سيسدل الستار عن من بطل هذه البطولة الأولى 2021 هنا على ملاعب وزارة الداخلية نادي ضباط الأمن العام. إذن الإرسال مع الهندي، يحاول الفوز بإرساله والحفاظ عليه لكي يعزز الفارق بأربع أشواط مقابل شوطين. لاحظ الروسي ما زال يجد حلول ولكن بدون جدوى. إرسال قوي، إرسال مركز من قبل هذا اللاعب القوي. يعني حتى في عام 2017 فاز هذا اللاعب الهندي على أحد أهم لاعبين الرابطة المحترفين، وهو الأسترالي دومينيك ثيم، بمجموعتين للا شيء في بطولة أنتاليا. إذن هذا اللاعب إذا كان الإرسال على أول شوط الإرسال في يده يكون شوط سهل نسبيا، وأيضا إرسال ساحق آخر. إذن شوط للهندي رام كومار يتقدم بأربع أشواط مقابل شوطين. إذن يتقدم بكل ثقة، والآن
لاحظ سوف يضغط على الروسي إفغاني لكي يعزز الجراح ويعزز الفارق. إذن اللاعب الروسي يحاول إيجاد نفسه، يحاول إيجاد حلول للفوز بشوط الرسالة وإبقاء حظوظه، ويحاول أن يجد بعض بصيص من الأمل للبقاء في المجموعة. ضربة كانت مع الخط باغتت نوعا ما اللاعب الروسي. إذن 15 الجميع على إرسال إفغاني، إذن خطأ مزدوج من الروسي. لا يجد نفسه صراحة الروسي في هذه المباراة، فاجأ الجميع بأدائه المخيب للآمال حتى الآن. إرسال قوي، هذه هي إرسالاته المعتادة، ولكن الآن يعادل النتيجة. لا حل، يجب أن يفوز بشوط إرسالة ليبقى في هذه المجموعة، يبقى على حظوظه. أيضا إرسال قوي، إذا وجد الإرسال سيجد نفسه ربما يتعافى من هذه الحالة المضطربة في الأداء. لاحظ الأعصاب تشنج في الذراع، الضربة طائشة، كل هذه الأمور تدور في ذهن هذا اللاعب عندما يقف كل شيء. الإرسال موجود، تفتقر قليلاً هذه المباراة بعض الفنيات التي شاهدناها في الأدوار الأولى والأدوار القبل نهائي ربع النهائي. إذن أجواء المباراة الختامية بلا شك أثرت على كلا اللاعبين، ولكن على الروسي إفغاني بشكل كبير جداً. إذن هذه هي أجواء هذه المباراة. لاحظ الجمهور حرص على الحضور، محبي لعبة التنس من الجنسين، الجالية الهندية متواجدة، الجالية الروسية أيضا متواجدة، كل محب للعبة التنس الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة. هذا هو كأس البطولة الجميل الأنيق، من سيفوز بهذا الكأس؟ لاحظوا الحضور،
من كل الجاليات من مهتمي ومحبي لعبة التنس. إذن الإرسال مع الهندي هو الآن على بعد يعني شوطين فقط ليتوج باللقب. لكن الإرسال دائما حاضر، التركيز دائما حاضر. هذا اللاعب يمتلك أسلحة قوية وأسلوب في الضغط على الخصوم. إرسال آخر قوي يا كومار، كومار يا راكومار، أمين رام كومار. إذن 30 لا شيء، وأيضا إرسال قريب من الخط. إذن لاحظ أيضا الإرسال الثاني بنفس قوة الإرسال الأول، وهذا نادرا ما يحصل في عالم التنس. لاحظ نفس القوة ويهجم وأضاع الكرة، ولكن طريقة إرسال أول وإرسال ثاني بنفس القوة، هذا يذكرنا باللاعب الأسطورة أندري أغاسي الأمريكي. إذن إرسال ساحق سعيد، مقتنع تماما رام كومار بأدائه، يهز رأسه، لغة الجسد إيجابية جدا. خلاص أعلن 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 عن أعلن عن فوزه مبكرا. لاحظ كيف لغة الجسد، هو سعيد ويعرف أنه سوف يفوز بهذا اللقب. إذن شوط واحد فقط، يبعد رام كومار المصنف سادسا في هذه البطولة 222 عالميا على فوزه الأول هذا العام ببطولة التشالنجر الروسي. هل يقلب التوقعات؟ الروسي يحاول الفوز بهذا الشوط، الحفاظ على إرساله، يحاول البقاء على حظوظه. لاحظ سوف يهجم، نعم انسايد اوت اتاك فور هاند. لو كان هذا الاداء متواجد منذ البدايه لاختلفت الامور. اذا الروسي لا يريد ان يستسلم، يريد ان يلعب حتى الرمق الاخير. يضرب ارسالات قويه، ارسال داخل الملعب. رام كومار لا يناقش، لا 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 يجادل عند ارسال لينهي المباراه. لاحظ الهجوم، لاحظ الهجوم والتفنن، التفنن. لاحظ لغة الجسد، يضحك مستمتع، أعلن أنه البطل قبل نهاية البطولة. يستمتع رام كومار بكل نقطة. لاحظ كيف فولي، ولاحظ الابتسامة، لاحظ الابتسامة ولغة الجسد الإيجابية. لاحظ رد الإرسال، لاحظ كيف يحاول ينهي هذه المباراة، يؤثر على الروسي في كل جانب. لا يستسلم. إذن الشوط للروسي يقلص الفارق، 5 أشواط مقابل 4 أشواط. هذا الروسي يقلص الفارق، ولكن الآن هذا الشوط على إرسال الهندي رام كومار، يسمى الإرسال للفوز بالبطولة. يمتلك أربع نقاط تفصل اللاعب الهندي رام كومار من الفوز بهذا اللقب. هذا هو الجمهور صاحب المعالي الفريق والركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة، وزير الداخلية سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم، وكذلك سعادة السيد صالح عيسى بن هندي. الكل حضر والكل يشيد. لاحظ الصور، لاحظ كيف هذه البطولة ضمت العديد من اللاعبين. أجواء جميلة، جو جميل، مرافق
محترفة ودولية المعايير، حضور جماهيري حضور جماهيري ممتاز. إذن البطولة تنجح بكل المعايير، ضمت العديد من اللاعبين من كل أقطار العالم، والآن يرسل هذا اللاعب رام كومار للفوز بالمباراة والبطولة. إذن هل الروسي، لا لا قطع علي كلامي، كنت بقول هل الروسي يحاول كسر الإرسال، ولكن رام كومار بإرساله الساحق يعادل النتيجة في هذا الشوط 15 لكل نقطة لكل لاعب. أيضا كرة خارج الملعب، هذه الكرة السهلة خرجت خارج الملعب، إذن اللقاء انتهى. كرة سهلة جدا للروسي إفغاني، ولكن تنفيذ خاطئ، ارتباك 30-15 و40-15. إذن نقطة البطولة، نقطة البطولة إلى الهندي. لاحظ الهندي سوف يفوز ويحتفل بهذا اللقب نهائي ونهائي، ويحاول أن يفوز بالإرسال الساحق. إذن الإرسال الثاني الهندي على قاب قوسين أو أدنى من الفوز بهذه البطولة واللقب. الروسي يضيع. إذن الهندي رام كومار يفوز بهذا اللقب، هذا هو بطل بطولة وزارة الداخلية للتنس التشالنجر الهندي رام كومار. إذن الآن السيدات والسادة نترككم مع الإعداد لحفل مراسم الختام لتتويج هذا البطل الذي يظهر في الصورة، الهندي رام كومار المصنف سادسا في هذه البطولة و222 عالميا. إذن هذا هو البطل، فاز بمجموعتين سهلتين نسبيا 6-1 و6-4. إذن نترككم أعزائي المشاهدين مع مراسيم ختام البطولة وتتويج البطل، ومن ثم نواصل التغطية. شكرا لكم، كان معكم محدثكم محمد سند والمخرج عبد الرحمن المناعي والأخوة من وحدة النقل، نشكرهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبدأ بتكريم حكم المباراة النهائية من جمهورية مصر العربية السيد عادل نور. المركز الثاني كان من نصيب اللاعب الروسي The runner-up إفغاني كورلوفسكي من روسيا الاتحادية. Evgeny, would you like to join me here, please, to say a few things with this outstanding ceremony? So, congratulations for being the runner-up, reaching the final in this championship and in this tournament is an achievement itself. So, the match went too fast. Maybe you didn't manage to break the serve, but nevertheless, you did extremely well for the last 7 days. So tell us, what's your thoughts? What do you feel about it? First of all, hello everybody. Thanks for coming here and supporting us. I would like to congratulate the Ram Kumar. Very good week from you today. Very good performance. Good luck in the next tournaments. Also, I would like to say thank you to all the referees, ball kids. It was a very good week, a very good tournament, and I really enjoyed my time here. I mean, you've said this before in several interviews, but you've been playing in several challenger tournaments around the world. This is the first challenger tournament here in Bahrain. So how do you evaluate us? The organization is fantastic. The hotel, transportation, all the guys who are helping for the tournament, very
nice guys, very nice people. So all the week was very good for me. And hopefully we will see you next year, because this is not just the first tournament. This is one of many. So hopefully you will be back to enjoy Bahrain. Yeah, I will need to defend my points. Maybe do better next time. Inshallah. Thank you very much. Karbali, the runner-up for the tournament. And now we would like to call the champion for this Ministry of Interior Challenger 2021. Put your hands together to Ram Kumar. Ram Kumar, what can I say? Congratulations. I mean, for those who have followed you during the 1 week tournaments, you did amazing. For the singles events, the doubles championship, had final sets in your quarterfinal as well as the semifinal today. It was a smooth game for you. You've held your serves across the final game. So tell us, what do you feel? Firstly, I'd like to thank God for keeping me healthy and, so I could play this today. And I'd like to thank the referees, umpires, and the ball kids, the linesmen. I'm sorry in the semifinals if I was a little, it was a lot of tension. But, I really enjoyed my time here. Like Evgeny said, it was a really well-conducted tournament. We felt very good and, we were very comfortable. And I'd also like to thank Evgeny for a great week and good luck for the coming weeks. Great. And I think you've lost the doubles from the semifinal, but you proved that you're the champion for this year event. So hopefully we will see you next year as well to defend your title. Yeah, thank you, everyone. And it was a pleasure playing here, and I would surely keep coming here. And I'm looking forward to play bigger events here, as it's really well-organized tournament. Thank you so much. Please give your hands together to our champion from India, Ram Kumar. شكرا سيدي معالي وزير الداخلية شكرا لكم على رعايتكم ودعمكم اللامحدود لهذا الحدث الدولي وشكرا لجميع المساهمين في إنجاح بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس وعلى المحبة والخير والسلام نلتقي بكم في بلد السلام والأمن والأمان مملكة البحرين Thank you.
We'll be right back.